قرابة 2000 بئر موزعة على حوالي 12 حقلا. رغم أن النفط معروف بأنه تلك المادة الخام التي تذهب بعد استخراجها إلى عملية التكرير ويتم استخدامها في حول أنحاء العالم، إذا في هذه اللحظة كما نتابع هناك وصول للشيخ منصور بن زايد النهيان استعدادا لإطلاق بورصة أبو ظبي إنتركونتيننتال. إذا ننتظر لحظة ونستمع. إذا بن زايد النهيان ديبيوتي برايم مينستر اند مينستر اوف بريزيدنشال افيرز. للسلام الوطني لدولة الإمارات. Your Excellencies, ladies and gentlemen, please stand for the national anthem. والآن نرحب بجون ديفتيريوس من CNN عريف حفل اليوم الخاص بإطلاق بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة.